طيب خلونا كمان ناخد معانا إيناس محمد عماد عبد الفتاح. السيدة إيناس هي أرملة الشهيد الرائد عبد الله محمود المرسي البهنسي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني أنا عارف إنه دايما بتفضل هذه الذكرى جوه القلب وبتبقى مؤلمة حبتين، لكن التكريم أحيانا يخفف منها، مش كده؟ هو أكيد طبعا، يعني التكريم اللي حصل النهاردة أنا أحب أشكر عليه فعلا الرئيس، إن هو يعني كان شيء كبير جدا بالنسبة لنا، حتى لو هو مثلا حد يشوف إن هو تكريم بسيط أو ما فيهوش حاجة كبيرة أو كده، ولكن هو بالنسبة لنا إحنا كأسرة الشهيد كان شيء كبير إن اسم عبد الله يتكتب ومصر كلها تشوفه، وإن هو يتكرم على العمل اللي هو عمله، وإن هو ممكن يبقى قدوة لأطفال إن هم لما يشوفوا إن في واحد أثنى عمره علشان خاطر وطنه بالشكل دوت يبقوا عايزين يبقوا زيه، يعني حد مثلا يتفرج يقول لوالدته أنا عايزة أبقى زي عبد الله أو عايزة أبقى زي الشهيد أحمد أو الشهيد محمد. يعني طبعا ده شيء كبير جدا بالنسبة لنا وعظيم، يعني زي ما هو مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا كنا نسمع صوتك ونؤكد على هذا التكريم اعلاميا، ما يبقاش انه يعني الريس كرمكو فده في حد ذاته حاجة كبيرة، بس احنا كنا عاوزين زي ما يقول ناخد من الحب جانب، فاحنا نتشرف ايضا بان احنا نسمع صوت حضرتك ونساهم في هذا التكريم على قدنا زي ما بيتقال. شكرا لحضرتك جدا، والله احنا فعلا التكريم ده بين لنا قد ايه الناس حاسه بينا والناس حوالينا، يعني واحنا ماشيين كده كل الناس تيجي طب انتوا محتاجين اي حاجه، طب احنا نقدر نساعدكم في اي حاجه، فعلا حاسين ان احنا قريبين من الناس كلهم، يعني ما فيش فرق ما بين اي حد وجميع الجهات وجميع الناس، حتى الناس عامه الشعب عادي، يعني احنا ماشيين الناس بتسلم علينا احنا كاهل الشهداء، ده شيء طبعا اسعدنا جدا، يعني حسسنا بفخر كبير قوي، يعني على الرغم من الحزن يعني الفقدان اللي احنا فقدناه شيء كبير، ولكن حب الناس صراحه اللي احنا شفناه ونظرتهم لينا صراحه ده كان شيء حسسني بفخر كبير جدا، يعني ممكن اشكر عبد الله على نظره هو سابها لي، هو يعني ربنا اصطفاه عنده وان شاء الله يجمعني بيه في الجنه بامر الله، ولكن هو ساب لي نظره ناس يعني انا اشكر عليها جدا طول حياتي. طبعا يعني ده يعني ربنا سبحانه وتعالى اختاركم لهذا التكريم من رب الخلق اولا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يلهم الدوله بانه الرئيس كمان يقوم بتكريمكم وما الى ذلك، فده فعلا ليكم فخر وليكم درجه بالمناسبه كمان يعني. فالحمد لله على كل شيء، رحمه الله عليه يظل دائما شهيدا مكرما مشرفا من عند ربنا سبحانه وتعالى ولدى دولته ووطنه وفي صحافه واعلام وطنه ايضا. اشكرك جدا يا مدام ايناس، الف الف شكر لحضرتك يا فندم، الف شكر لحضرتك.